هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. السيسي يصدر قرارا لتلسيم الحدود البحرية مع ليبيا من جانب واحد، أي رسائل نفطية إقليمية ودولية؟ توقيف إمبراطوري العملات المشفرة بتهمة الاحتيال، هل قررت واشنطن ضم هذه العملات إلى سطوة الدولار ونظامها المالي؟ مرحبا بكم من جانب واحد وفي توقيت سياسي حساس. يوقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتحديد الحدود البحرية الغربية لمصر. القرار عين نقاط حدود المياه الاقتصادية المصرية الخالصة لجهة الغرب، ويتوقع يكون مادة للسجال بين القاهرة وأنقرة في وقت رشحت عن المسؤولين الأتراك معلومات تفيد بأن العلاقات مع مصر تتجه إلى العودة إلى مجاريها، ولا سيما بعد مشهد قطر الشهير على هامش كأس العالم. لكن الوضع في ليبيا قد ينبئ بغير ذلك، لذلك يرى مراقبون أن رسائل تعيين الحدود البحرية المصرية الغربية ليست موجهة إلى الدولة الليبية، بل هي موجهة لبعض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي. الخطوة المصرية تأتي في ظل توالي الكشف عن مكامن الغاز في المتوسط، ما يكرس واقعا على الأرض يصعب تخطيه لاحقا. كما أن الخطوة المصرية تأتي بعد توقيع ليبيا وتركيا في تشرين الأول أكتوبر الماضي في طرابلس تفاهما للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، وذلك عقب مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أثار ردود فعل منددة من مصر وقبرص وأيضا اليونان ودول أوروبية أخرى. إذن هذه عناوين ومحاور الملف الأول في المسائية، نفصله ونناقشه مع ضيفينا. من القاهرة ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية الدكتور أيمن سمير، كذا ينضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس الكاتب والمحلل السياسي محمد محفوظ. مرحبا بضيفينا. أبدأ وياك دكتور سمير، ما الذي دفع الرئيس المصري للذهاب بهذه الخطوة ولماذا الآن؟ أولا تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم ولكل السادة المشاهدين. أنا في تقديري هذه الخطوة كانت منتظرة من الدولة المصرية، لأن مصر رسمت حدودها مع قبرص ومع اليونان، وأيضا حتى عندما رسمت حدودها مع اليونان كانت ترسيم جزئي، بمعنى أنها تركت الجزء الذي يمكن أن يتم الترسيم فيه ما بين مصر وتركيا واليونان، وذلك احتراما للدولة التركية وللشعب التركي. أيضا ترسيم الحدود المصرية سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر لمصر حوالي 120 مليار دولار سنويا، حوالي 10 مليارات دولار هي فاتورة الطاقة وفاتورة الكهرباء التي تستنفذها مصر والتي تحتاجها مصر شهريا. لذلك فكرة ترسيم الحدود في الجانب الغربي كان أمر متوقع للغاية لأكثر من سبب. السبب الأول هو سبب فني وسبب تقني، إن أي شركة تريد أن تقوم بالاستكشاف على النفط والغاز لابد أن تعمل في منطقة محددة سلافا ومعروفة أنها تتبع إلى أي دولة. الأمر الآخر أيضا من ناحية حتى السياسية، حتى لا تكون هذه المنطقة عرضة لأي أحد يفكر أن يضمها إليها في المستقبل وهي تابعة للدولة المصرية أو للمياه الاقتصادية المصرية. الأمر الآخر أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء يتفق تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1993، والتي تقول أن لكل دولة 13 ميل بحري هي المياه الإقليمية، ثم تبدأ المنطقة الاقتصادية الخاصة بها 200 ميل بحري. مصر تلتزم بكل اتفاقيات المتحدة، وبالتالي أنا في تقديري هذا القرار هو قرار في موقعه الصحيح، في مكانه الصحيح، في توقيته الصحيح، وأتصور أن الأخوة في ليبيا. دكتور سمير، ما هي التخوفات أو التحسبات المصرية؟ أنت ذكرت بعض الاتفاقيات السابقة التي بالفعل أبرمتها مصر، كان مع السعودية، كان مع اليونان أو حتى قبرص، لكننا نتحدث الآن عن خطوة أحادية الجانب بتحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، لكنك قلت إن يعني سول لأي طرف يعني أن يأخذ أو يرسم بشكل أو بآخر ما تعتبره القاهرة وفق القوانين التي ذكرتها حصتها أو ضمن حدودها. لماذا الآن هناك تخوفات وممن يتم التخوف هنا تحديدا في هذه النقطة التي ذكرتها؟
دكتور سمير، يبدو أنه فقدنا التواصل مع الدكتور سمير. هذا يحيني إليك، يعني مع الاحتفاظ بالسؤال للدكتور أيمن سمير، إليك سيد محمد محفوظ. من جانب واحد كما أشرنا جاءت هذه الخطوة المصرية، كيف تصل إلى طرابلس؟ كيف تفهم هناك برأيك؟ نعم، مساء الخير أستاذ ريم، لك ولضيفك ولمشاهدي الميدين الكرام. ضيفك أكد على أمر هام جدا، أنه هذه الخطوة هي خطوة أحادية الجانب كما ورد في مقدمة الحلقة الليلة، وباعتباره يعني استند إلى جملة من الشواهد أعتقد في تقديري هي ضد جمهورية مصر وليست معها. في الأمر الأول استشهد ب أمثلة ترسيم الحدود مع اليونان ومع قبرص. طبعا هذه الترسيم الذي يتحدث عنه كان باتفاقيات مشتركة بين مصر وقبرص ومصر واليونان، لم يكن من جانب واحد، وهو ما لم يحدث الآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الاستشهاد المهم جدا والذي يبين نية الدولة المصرية في هذه الخطوة، أنها تريد أن تعطي البراح القانوني لشركات الاستكشاف النفط والغاز حتى تعمل بغطاء قانوني، لأنه مصر تنوي التنقيب على هذه في هذه الأميال البحرية على النفط والغاز، وبالتالي دون وجود ترسيم حدود لا تستطيع هذه الشركات الخوض في هذا الملف إلا بوجود ترسيم. لذلك النية واضحة من قبل الدولة المصرية. دعينا نتحدث عن المنطق وعن القانون الدولي وعن العقل، بغض النظر إن كنت أنا ليبي وأمثل اليوم مصالح ليبيا أو أتكلم أو أتحدث عنها. أولا سيدتي، الاتفاقيات البحرية تحديدا الترسيم الحدود البحرية لا يتم إلا باتفاق بين دولتين، ولذلك اتفاق من جانب واحد ليس له قيمة على الإطلاق. والرئاسة المصرية عندما وقعت هذا القرار تدرك جيدا أن الأمم المتحدة والأطراف الدولية لن تعترف بهذه الحدود إلا إذا كانت ليبيا أيضا موافقة عليه. ليبيا على سبيل المثال ليست مرسمة لحدودها مع اليونان ومصر، ومصر واليونان دخلوا في مفاوضات طويلة العمر، كانت أيام النظام السابق، ولم تتوصل آنذاك مع الحكومة الليبية إلى توافق حول هذا الأمر، لأن ليبيا ترى الأمر من جانب واليونان ومصر يران الأمر من جانب. هناك خلاف نشأ في الجرف القاري بين مالطا وتونس صحيح وليبيا. ما الذي حكم في ذاك الأمر آنذاك؟ حكم في القضاء الدولي عندما ارتضت هذه الدول اللجوء للقضاء. طيب قبل الوصول الى نعم. الى الخطوات اريد ان اناقشك بنقطه ذكرتها وكانها تتسق الى حين، يعني عوده الدكتور ايمن سمير فيما طرحه، فقط استفهاما، عندما تقول ان هناك نيه بالنسبه للجانب المصري بترسيم الحدود تعطيلا، ان كنت فهمت منك، على اي عمل لتنقيب للشركات في المستقبل طالما ستتحول الى منطقه نزاع بعد هذه الخطوه المصريه ولن تقوم الشركات بالتنقيب، فبالتالي وكانه في تاكيد للمخاوف المصريه من انه هناك خطوات بناء على تفاهمات سابقه او اتفاقات تمت بين انقره وطرابلس للبدء بالتنقيب في مناطق تعتبرها مصر ايضا ضمن يعني حدودها البحريه، وبالتالي هي تعطل نية مستقبلة. لا سيدة ريما، لا سيدة ريما، التنقيب رامية سامحيني، ما في مشكلة، الأمر التنقيب الذي سيحدث ليست في إطار نزاع بحري بين مصر وليبيا. مقصد كلامي أنه مصر هي التي تريد التنقيب على الغاز والنفط في هذه المناطق في خلال هذا الشريط الحدودي، وبالتالي الشركات النفطية لا تستطيع أن تستكشف النفط والغاز إلا إذا كانت هناك حدود مرسمة. لكن الامر لا يتعلق بانه تركيا ستنقب عن النفط والغاز وفق الاتفاقيه المبرمه بينها وبين ليبيا، اتفاقيه ترسيم الحدود ومذكره التفاهم الاخيره في نوفمبر الماضي. المؤكد سيدتي على ماذا استندت الرئاسه المصريه وزاره الخارجيه في ترسيم هذا الحد حسب ما وصلنا؟ على الحدود البريه، اي ان اخذت خطا عموديا من الحدود البريه مع ليبيا ومشت به، وهذا الامر لا يصح، لأن الحدود البحرية تختلف تماما بتعرجاتها واختلافاتها عن الحدود البرية مع ليبيا. لذلك لم يكن هناك، المؤكد لم يكن هناك تواصل مصري مع الجانب الليبي في هذا الأمر، خاصة أنه مصر بغض النظر اليوم يرأسها السيسي وليبيا محل نزاع في حكومتها، مصر كدولة وليبيا كدولة دخلوا في مفاوضات حول هذا الأمر. لا يمكن أن نبتعد عن مسار هذه المفاوضات إلى ماذا وصلت له،
وأي أميال بحرية لها حق في مصر، الحق لها في مصر أو لليبيا، وبالتالي بغض النظر إن كانت مصر لا حق في هذه الأميال، نحن نتحدث من جانب قانوني وسياسي أنه لا يحق لمصر أن تعق طيب. أو تقرر هذا القرار إلا بموافقة الليبية. ونحن متأكدون تماما أن اليوم مصر ربما تحاول أن تلعب مع أكثر من محور. طيب. الرسالة الأولى أعتقد طب أن اسمح لي أن رسالة أحتفظ بهذه الرسائل حتى لا نتجاوز الحديث ونفهم الرسائل وفق يعني رأيك سيد محفوظ التي تطلقها القاهرة، لكن لنعاد إلينا دكتور أيمن سمير وحتى يعلق على بعض النقاط التي ذهبت باتجاهها، ويركز سيد محفوظ فيما غبت دكتور سمير على الخطوة من جانب واحد، وكنت تحدثت لذلك، وهذا يدفع للسؤال ما الذي يمنع أن تكون ثنائية كما الاتفاقات السابقة التي قامت بها القاهرة وذكرت بعضها، وتحدث عن أنه مسعى المصري للتنقيب واستدعاء الشركات بشكل أو بآخر، هذا قد يعطل بالمناسبة بالنسبة للطرفين في المناطق التي قد تكون يعني محل الآن تنازع، لكن ما الذي منع أن تكون هناك خطوة باتجاه طرابلس اتفاقا ومن ثم يكون هناك ترسيم متفق عليه؟ يعني أولا مصر دائما بتنتهج طريق العمل الجماعي ودائما تمد يدها إلى كل الدول سواء كانت جيرانها أو حتى الدول البعيدة، وهذا معروف عن مصر. مصر هي ترفض الخطوات الأحادية في أي ملف وفي أي قضية، ومعروف أن من بدأ هذه الخطوات الأحادية هي الحكومة الموجودة في طرابلس، سواء كانت حكومة السراج اللي عقد اتفاق يعني منفرد مع تركيا، أو حتى حكومة المهندس عبد الحميد دبيبة اللي عقد اتفاق يعني أحادي أيضا للتنقيب عن الغاز والنفط دون استشارة مصر ودون استشارة الجيران. لذلك كان طبيعي جدا أن مصر تقوم ووفق القانون الدولي ووفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق سواء بالدول المقابلة أو الدول المجاورة، ولا يوجد أي نص في القرار الذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول أن مصر خالفت اتفاقية الأمم المتحدة على الإطلاق. من بدأ الخطوات الأحادية هو حكومة طرابلس في 2019 في نوفمبر 2019، ثم الاتفاق الأخير مع تركيا حول التنقيب عن الغاز والنفط دون الرجوع إلى أي أحد، وكأن يعني هم فقط الموجودون أو الموجودان في شرق البحر الأبيض المتوسط. طبيعي جدا لأي دولة بترى أن الطرف يتعامل أو ينتهج بشكل أحادي ودون الرجوع للآخرين أن تحاول أن تحافظ على مقدراتها، لكن أنا في رأيي في ذات الوقت مصر منفتحة على الحوار مع أي طرف لإقناعه بأن ما قامت به خطوة قانونية تتفق مع السيادة المصرية، مع الحقوق المصرية، مع القانون الدولي، مع اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم البحار، أيضا مع الاتفاقية. وكأن الدكتور أيمن سمير فقط قد تكون خطوة أولى، يعني دولة تقول هذه حدودي وبالتالي تعالوا نتفاوض عليها، أم ماذا؟ أعتقد ذلك، يعني أعتقد أن إذا ليس هي مطروحة للتفاوض لكن هي مطروحة للإقناع، إذا أراد أن يقتنع بأن الخطوة المصرية يريد أن يقتنع بها ويريد أن يفهمها ويتفهمها أو يريد أن يعرف أبعادها، أنا في تقديري أبواب القاهرة مفتوحة للجميع، لكن القرار واضح جدا أنه يستند للسيادة المصرية، يستند للحدود المصرية المتفق عليها ما بين الحدود أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر. يا سيد سمير، علي أساس تم ترسيم هذا الحدود؟ هل هناك اتفاق ليبي مصري سابق عقد بين ليبيا ومصر بناء عليه أصدر الرئيس السيسي هذا القرار؟ على ماذا استند هذا القرار؟ هذا السؤال الذي يهمنا الآن في ليبيا. لا تحاول أن تبتعد بأن هناك حكومة تخالفها مصر اليوم في القرار وتخالفها في الرؤية السياسية. مصر اليوم يعني أعلنت حدودا بحرية وأميال بحرية وأبعاد بحرية، على أي أساس تستند؟ طيب خلينا نسمع الدكتور سمير. إذا كان سمير. هناك خلينا نسمع رأي سيد رامير. أنت وضحت نقطة، نسمع رأيه فيها. يا سيد رامي اسمحي لي. ليبيا ومصر دخلوا في مفاوضات سنوات، اسمح لي سيد يا دكتور سمير اسمح لي. ليبيا ومصر دخلوا في مفاوضات سابقة سنوات طوال أيام حكومة مبارك وأيام حكومة القذافي. سنوات طوال، اسمح لي يا دكتور سمير، اسمح لي يا دكتور سمير. ولم تتوصل الدولتان إلى أي اتفاقات. طيب اليوم ليبيا اليوم ليست على وفاق مع مصر بهذه الأميال. طيب هذه واضحة هذه النقطة سيد محفوظ.
على أي أساس نأخذ الرأي، نسمع رأي السيد الدكتور سمير، تعليقك حتى نذهب أيضا نكمل بالنقاش يعني في نقطة أخرى. تفضل دكتور سمير. أولا تم الأول الأساس الأول هو أساس تاريخي على أساس الحدود المتفق عليها ما بين الاستعمار الإنجليزي لمصر والاستعمار الإيطالي لليبيا، وهذه الحدود تم اتباعها في الأمم المتحدة واعترفت بها ليبيا منذ استقلالها. ليس صحيحا هذا الأمر، ليس صحيحا. اتفاقية 1920 ميلس جالويا. يا سيد أرامي، هذا كلام غير مقبول، هذه حجة ضعيفة، ليبيا ومصر كدولة منذ أن أعلنت ليبيا كدولة سنة 1954. سيد محفوظ بدك تسمعني لطفا حتى نستطيع أن نأخذ يعني خلاصات وتحط نقطتك، والدكتور سمير لم يستطع أن يرد عليها، وأنت الآن اسمح لي حتى ندير هذا الحوار ونستفيد منه. ليبيا عندما وقعت وضحت هذه الصورة. اسمحيني سيد رامي، عندما أسست ليبيا سنة 1954 إلى اليوم لم توقع. وذاك زمن واليوم زمن آخر، خصوصا بعد الكشوفات الموجودة في البحر المتوسط. سيد محفوظ الكلام أخذ وعطى، نسمع بعضنا، ووضحت صورتك والرأي الذي تتفضل بطرحه، ونسمع الدكتور سمير. هذا في نتحدث عن زمن، والآن نتحدث عن زمن مختلف خصوصا مع الكشوفات الموجودة في الشرق المتوسط. قبل أن أسمعك دكتور سمير، سنهدي الأجواء ونطلع المشاهدين على بعض الأرقام. بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز تقدر احتياطات حوض البحر المتوسط، رقم يرى فيه خبراء أنه مرشح لزيادة كبيرة على ضوء تصاعد الاكتشافات مشاهدين من الغاز في السنوات المقبلة. الدراسات المستقبلية الواعدة التي تظهر أن ما تم اكتشافه إلى الآن لا يتعدى 30% مما يكتنزه باطن المتوسط وتحديدا شرق المتوسط، ولعل آخر الاكتشافات ما أعلنت عنه شركة شيفرون الأسبوع الماضي بشأن حقل نرجس 1X للغاز قبالة مدينة العريش المصرية، والذي تقدر احتياطاته من الغاز بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة. وانطلاقا من ذلك تحظى المنطقة باهتمام متزايد من قبل شركات النفط العالمية، ولا سيما بالنظر إلى قربها من أهم مناطق استهلاك في أوروبا، السعي إلى تنويع الإمدادات ومحاولة النأي قدر الإمكان عن الغاز الروسي. من هنا يؤكد خبراء أن ترسيم الحدود يسمح لمصر بطرح المناطق الاقتصادية أمام الشركات العالمية التي ترفض عادة الدخول إلى مناطق نزاع أو مناطق غير محددة قانونيا، لكن ذلك يبقى رهن عدم اعتراض دول أخرى معنية بالحدود. وهذا يتنافى بالعودة إلى ضيفين وتحديدا دكتور سمير مع المثال الآن، التوقيت مجددا بالنظر، نحن نتحدث عن صراع على مصادر الطاقة، شرق المتوسط ساحة يعني تكتسي أهمية على أهميتها بما تحميه من مقدرات أو تحويه من مقدرات، خصوصا فيما نشهده على تحولات على مستوى العالم وأزمة سوق طاقة بعد العملية الروسية في أوكرانيا، وبالتالي هناك شهية كبيرة للشركات للدول الأوروبية في هذه المنطقة. التوقيت أيضا مرتبط بالعلاقة بين مصر وتركيا، بدأ المشهد في الدوحة وكأنه الأمور تسير عكس ما نراه كخطوة الآن من الجانب المصري، أقله لأن هذه الخطوة تدخل فيها تركيا إلى جانب ليبيا. فسر لنا هذه النقطة، هل نحن نعود إلى ما قبل الحديث عن ترطيب الأجواء بين أنقرة والقاهرة أم ماذا؟ يعني أولا أشكرك على هذا السؤال، وأتمنى من ضيفك من طرابلس ألا يتدخل مرة أخرى، لأن طبيعة وآداب الحوار أن ينتظر كل ضيف بس لم يتعدى في آداب الحوار، ولكنه تفاعل قليلا. نهدئ الأجواء الآن ونستمع إلى وجهتي النظر النقيض ونفيد المشاهدين. دكتور أيمن الكلام لك، تفضل لطفا. يعني أولا أنا رأيي مصر بتمد يدها للجميع، مصر تمد يدها بالخير لكل الدول وفي مقدمة تركيا. أنا ذكرت في بداية الحلقة هذا الكلام غير مسموح منك، لا تتعامل مع ليبيا أنها تركيا، أنت اليوم مع خلاف على مع ليبيا وليس مع تركيا، لا أسمح لك بهذا الكلام، لا أسمح لك أن تنقص من سيادتنا وتنقص من كياننا. أنا اليوم أخرج معك كمواطن ليبي ومثل وجهة نظر ليبيا، يدك مفتوحة لتركيا شيء، اليوم أنت مع على خلاف مع ليبيا ليس طيب. مع تركيا. طيب حتى ننتظر الأدوار أطلب منك سيد محفوظ، سيد محفوظ إذا بدك تسمعني لطفا، سيد محفوظ
سيد محفوظ، سيد محفوظ، سيد محفوظ، اكتب نقاطا تتحفظ فيها واعطيك المجال لنسمع بعضنا. سيد محفوظ صوتك لا يصل بشكل واضح، يتقطع الصوت لانك تصرخ. سجل نقاطك للتحفظ، وسأعطيك المجال لطفا حتى نستفيد، وأنت لديك معطيات ولديك أيضا ما تستند إليه حتى تستفيد الناس منك. سجل نقاطا، سأعود إليك وكل تحفظاتك نسمعها، وأطلب منك لطفا أن يعني نسمع الآن دكتور سمير، والنقاط التي تعتبر بأنها غير محقة سجلها وسأسمعها، نسمعها كلنا لطفا. سيد محفوظ تفضل. دكتور أيمن سمير هو يتحدث عن وجهة نظر لا يمثل أي جهة رسمية في مصر، هذا رأيه نسمعه ووفق سياقات وأداب الحوار. دكتور سمير الكلام لك تفضل. أولا أنا كنت أجيب عن سؤال عن العلاقة المصرية التركية، فشيء طبيعي أن أتحدث عن سياق العلاقة المصرية التركية. وأنا كنت أقول أن مصر عندما رسمت حدودها مع اليونان احترمت المصالح التركية، وعندما أرادت اليونان أن ترسم كل الحدود البحرية مع مصر، مصر تركت الجزء الخاص أو الجزء المشترك ما بين تركيا ومصر واليونان، تركته إلى مرحلة لاحقة احتراما لتركيا واحتراما للشعب التركي واحتراما للقيادة التركية، وهذا دليل على أن مصر تمد يدها للجميع، وهذا ليس انتقاصا من ليبيا. ولم أكن أتحدث عن ليبيا، ليبيا دولة شقيقة ونحن نحب ليبيا ونحب الشعب الليبي، لكن إذا كانت هناك اتفاقيات تمت من وراء ظهر الشعب الليبي مصر لا تحترمها ومصر لا تعترف بها، ومصر قالت بكل بوضوح كامل أنها لا تتفق ولم تعترف باتفاقيات عام 2019 ولم تعترف أيضا باتفاقيات 2022 ما بين حكومة الدبيبة وما بين الحكومة التركية. هذا الموقف المصري موقف واضح للغاية وهو معروف ومشروح ولا يحتاج إلى شرح. هذا واحد. الأمر الثاني هو المهم، مصر كانت تريد أن تخلق أجواء من المصالحة مع تركيا حتى يتم حل كل الخلافات ما بين القاهرة وأنقرة بما فيها حتى الخلافات حول الأوضاع في ليبيا. لكن أنا في تقديري ذهاب حكومة الدبيبة مع تركيا للتنقيب عن الغاز وتجاهل المصالح المصرية، والآن أي محاولة للاعتراض على القرار المصري أنا في رأيي سوف يشكل انتكاسة لهذه الجهود لوضع العلاقة المصرية التركية على الطريق الصحيح. الطبيعي كما احترمت مصر حقوق تركيا على تركيا وعلى كل الأطراف في شرق المتوسط أن تحترم الحقوق المصرية وأن تحترم القرار المصري. القرار المصري قرار وطني، قرار سيادي، طيب. قرار ينطبق اتفاقيات الأمم المتحدة، قرار يحترم أيضا الآخرين ويحترم حقوق ليبيا ولم يأتي على ليبيا ولم يجور على ليبيا، ومصر لم تفكر أبدا الجور على ليبيا وعلى الشعب الليبي. وبالتالي أنا في تقدير المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة راسمة وكاشفة لكيفية كيفية مسيرة العلاقة المصرية. اسمح لي الآن أنتقل للسيد محفوظ. سيد محفوظ يعني حتى نكون حصيفين، عندما تم التوقيع، اسمح لي دكتور سمير وانتقال للسيد محفوظ حتى نكون حصيفين، يعني عندما تم توقيع الاتفاقيات بين يعني ليبيا وتركيا في الواقع الداخلي الآن بالنسبة لليبيا لا يوجد اتفاق على مسار سياسي وبالتالي استقرار سياسي، كان في تحفظات لأن البلاد مقسمة، لم يكن التحفظ مصريا فقط، نتحدث عن دول أيضا مشاطئة في شرق المتوسط وكذا بالنسبة لدول أوروبية، وهذا واقع حال موجود نتعامل معه أيضا في هذا الملف. كنت يعني تتحدث عن الرسائل التي تصل ونحن نريد أن نفهم الرسائل التي تفهم من وجهة نظرك بالنسبة لليبيا خصوصا في توقيت الجانب سوق الطاقة نفطيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وفي ساحة نزاع اليوم ليبيا، يعني التقارير وتعامل الأمم المتحدة تتحدث عن تأثير خارجي فيها، هذا في يعني نتحدث بالوقائع. سيد محفوظ تفضل وتحفظاتك تستطيع أن تذكرها. شكرا لك سيدة رامي. أولا على مدار التاريخ ومنذ أن أسست الدولة الليبية الحديثة لم تخرج أو توقع ليبيا مع مصر أي اتفاقات فيما يتعلق بالحدود البحرية، ووفقا للقانون الدولي يا سيد سمير الذي قرأته جيدا لا يحق لمصر أن تعلن قرارا أحاديا متعلقا بترسيم الحدود، وقرار الرئيس السيسي نحن نراه ووفق القانون الدولي هو والعدم سواء، لن تعترف به حتى الأمم المتحدة لأنه من جانب واحد، ليس هناك أسانيد. حتى حضرتك لما سئلت على هذا الأمر استندت على 1920 واتفاقيات سايكس بيكو بين الاحتلال الإيطالي والاحتلال البريطاني،
حجة ضعيفة جدا. نحن نتحدث عن ليبيا، في ذاك الوقت لم يكن هناك شيء اسمه ليبيا. ليبيا الحديثة سنة 1954، ومصر لم توقعان. أنت تتحدث عن أداب الحوار على المقاطعة، اليوم قاطعني كما تشاء. لا، ليس نسمع بعض، نسمع بعض. تفضل سيد محفوظ. ولذلك يا سيدة رامي، لذلك ليبيا ليست على توافق مع مصر. صحيح. ودخلت مع مصر في حوارات ومفاوضات منذ أيام النظام السابق. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن هناك خلاف، وبالتالي أي طرف، يعني مفاوضات سيدة رامي، عندما تكون هناك مفاوضات، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هناك خلاف، أي أن الدولتين مختلفتين على هذه الحدود، وبالتالي أي قرارات أحادية الجانب سواء كانت من ليبيا أو من مصر فهي والعدم سواء. نحن نتحدث عن مبدأ عام، هذا الأمر الأول. الجانب الثاني، الاستناد أن ليبيا وقعت مع تركيا اتفاقية ترسيم حدود ولم تتحاور مع مصر. ما علاقة مصر في هذا الأمر؟ هل تضررت مصر من حق ليبيا في ترسيم الحدود البحرية مع تركيا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. إذا تحدثت على اليونان يا سيدة رامي، نعم اليونان تتضرر، واليونان عندما دخلت في مفاوضات مع حكومة ليبيا سنة 2010، وتذكرت ذلك جيدا، وخرجنا حتى هنا في الميادين وتحاورنا حول هذا الأمر بالأدلة، ماذا كان هناك الرد اليوناني؟ أن اليونان في 2010 كانت تطالب بحصص في المياه الإقليمية شرق المتوسط ليست من حقها، وليبيا رفضت هذا الأمر، واليونان كانت تحاول أن تعول على عامل الزمن، يعني لم تتجاوب مع المفاوضات مع ليبيا، لكن ما حدث في 2011 والتغييرات الكبرى لم يكن في توقع اليونان، وبالتالي اليونان اليوم هي نادمة على عدم الاتفاق مع النظام السابق مع حكومة ليبيا 2010. ولذلك اليونان بطبيعة الحال لا ترضى بهذا الأمر، لأنها كانت تريد أن تأخذ من حصة ليبيا في المياه الإقليمية. تركيا أو مصر مع الأسف الشديد حسب تقديري الشخصي تعاملت مع ملف ترسيم الحدود الليبية المصرية الليبية التركية بواقع سياسي وليس بواقع ديموغرافي. فسر لنا الواقع التركي هنا، يعني موقف تركيا الذي تشير إليه. الواقع الليبي يا سيدة، أنا الموقف الليبي، أنا سأتحدث عن الموقف الليبي. لا، أنت ذكرت، معلش سيد محفوظ، اليوم أنت تتحدث، نعم، أنه مصر وتركيا، ولدينا ضيف من مصر قطع الاتصال معه، نعم، لكن يستطيع أن يتحدث. أنت تشير إلى تركيا هنا في التعامل مع ترسيم الحدود مع ليبيا بمقاربة سياسية أو ما إلى ذلك، فسر لنا هذه النقطة، كيف هذه المقاربة التي قدمتها طيب. تركيا في ترسيم الحدود طيب. مع ليبيا؟ لما سيدة رامي، لما وقعت مصر مع اليونان اتفاقية ترسيم حدود، هل استشارت ليبيا؟ لم تفعل، ونحن مثلث واحد في البحر، لم تفعل هذا الأمر. لما وقعت مع قبرص لم تفعل هذا الأمر، وقعت ليبيا. نحن في ليبيا اليوم في صراع تنفيذي، في أزمة سياسية، في أزمة غياب شرعية. وتركيا أنا مقتنع تمام الاقتناع. نعم، اسمحي لي بس، وهذا الأمر ليس فيه جدال، كويس؟ ولكن اليوم لما نتحدث عن موضوع ترسيم الحدود، بغض النظر من وقعه، دبيبة، بشاضة، السراج أو غيره، أعادت الاتفاقية البحرية مع تركيا أميال لم تكن ليبيا لها القدرة على أن تستعيد السيطرة عليها وتنقب على الغاز والنفط فيها، كانت اليونان هي من تستفيد منها، ولذلك شاهدنا الموقف اليوناني الكبير الرافض. لذلك أعتقد أن الحجج غير مقبولة. لما تتحدث أن هناك مواقف أحادية الجانب، فهذا الأمر لا يعنيك، لأن الاتفاقية كانت بين ليبيا طيب. وتركيا. ثانيا سيد رامي، حتى أعيد كلامي المهم باختصار، ثانيا وقعت مصر مع جاراتها اتفاقيات ترسيم حدود ولم تستشر ليبيا ولم تكن ليبيا جزءا منه، ولذلك أيضا هذه حجة غير مقبولة. الجانب الثالث وهو الهام، أن هناك خلاف مع ليبيا منذ القدم، ليس ولد اللحظة، على هذه الحدود، وبالتالي أي استغلال للظرف اليوم الذي يحدث في ليبيا. ليبيا اليوم لا تعبر عن سيادتها بشكل صحيح للأسف الشديد. المؤسسات الموجودة في ليبيا سواء كانت التشريعية والتنفيذية لا يعبران عن السيادة ولا يعبران عن شرعية الشعب الليبي. لذلك انتهزت مصر هذه الفرصة وتريد أن تدخل المفاوضات. هي تدرك تماما يا سيدة، يا سيدة رامية، نعلم القانون الدولي ونعلم أن الأمم المتحدة لن تعترف بهذه بس لم تجبني عن المصلحة السياسية التي تعاملت فيها تركيا. أنت أشرت إلى ذلك في ملف الترسيم مع ليبيا، أنت أشرت إلى ذلك. نعم، تركيا تدخل اليوم
في هذا الصراع وتريد استغلال أطراف موجودة في الغرب الليبي تحديدا أو في ليبيا ككل، تريد أن تستغلهم في هذا الجانب حتى توقع معهم اتفاقية ترسيم حدود تستفيد منها تركيا وتستفيد منها ليبيا. اليوم العام الجغرافي هنا اليوم منذ سنة 2019 إلى حد الآن يا سيدة رامية، الحديث وورش عمل ولقاءات وندوات عقدت هنا في ليبيا عن هذا الأمر، لقاءات طويلة. ليبيا بعيدا عن الجانب السياسي، ليبيا استفادت من اتفاقية ترسيم الحدود، استعادت أميال في شرق المتوسط. نعم تركيا اليوم تريد أن تدخل هذا الملف باتفاقية الآن موجودة في الأمم المتحدة، مصادق عليها وموجودة في الأمم المتحدة، اتفاقية ترسيم الحدود سنة 2019، تدخل هذا الملف مع اليونان التي طبعا يعلم الجميع أنها تكين لها العداء منذ سنوات طوال، وهناك ملفات كبيرة جدا في بحر إيجا وفي غيره من الأماكن الأخرى، وحتى خلافات عسكرية وخلافات أخرى مع اليونان مع تركيا. تدخل هذا الملف باتفاقية بحرية مع ليبيا مصادق عليها في المتحدة، وبالتالي سياسيا سيكون لها موقف قوي. هذا الذي استنتجته الحكومة المصرية اليوم عندما تركيا تدخل المفاوضات باتفاقية ترسيم حدود، فعلوا ما فعلوا اليوم بهذا القرار حتى يدخل المفاوضات. اليوم السيد سمير عندما سألتني سؤالا، ماذا انت كنت، اسمحي لي بس دقيقه سيده رامي لانه الوقت انتهى وبدنا نرجع لضيفنا عاد الينا. جمله سيد محفوظ، استاثرت بالكلام، تفضل. انت سالتي سيد سمير مساله انه مصر تريد ان تدخل مفاوضات بهذا القرار، نعم هذا كلام صحيح، هو لم يؤكد هذا الامر لكن هذا القرار صحيح، لانه مصر لن تدخل هذه الشركات بدون تفاوض، طيب بدون ترسيم حدود. طيب دكتور أيمن، دكتور أيمن سمير، دكتور أيمن سمير، في نقاط طرحها السيد محفوظ بينما كنت غائبا للأسف قطع الاتصال وإياك. نقطة الأساسية أنه مصر ذهبت بخطوات ورسمت حدود واتفاقيات لم تستشر ليبيا بها، وتحدث عن المنطقة الذي حتى فيه يعني بشكل أو بآخر حيف حتى على مستوى الحدود، وما حصدته ليبيا في اتفاقها مع تركيا لم تكن تستطيع أن تصل إليه مع باقي الدول ولا سيما اليونان. هذه النقطة، والسؤال ماذا بعد؟ أنا في تقدير السؤال القادم هو مصر سوف تضع هذه الاتفاقية فيها الأمم المتحدة وسوف تصبح اتفاقية نافذة لأنها تتفق مع القانون الدولي وتتفق مع كل الأعراف الدولية. هذه الاتفاقية في تقديري الشخصي هي رد فعل للخطوات الأحادية التي تم اتخاذها من قبل طرف ليبي غير مجمع عليه، طرف ليبي يختلف مع أشقائه الليبيين وهي حكومة الدبيبة ومن قبل حكومة السراج. مصر تتصرف كدولة وطنية، دولة مسؤولة، تحافظ على مقدراتها وتتعامل وفق القانون الدولي، ولا تتعامل مع ميليشيات ولا تتعامل مع حكومات غير منتخبة أو حكومات عليها مشاكل وانتهت صلاحيتها منذ فترة طويلة. لذلك أنا في تقديري مصر تصرفت بشكل لائق وبشكل فيه حكمة ويتفق مع القانون الدولي. في تقديري كل دول شرق المتوسط سوف تقبل هذا الأمر، وبما فيها اليونان، بما فيها قبرص، بما فيها إيطاليا، كل الدول سوف تقبل. الاتحاد الأوروبي أيضا سوف يقبل هذه الاتفاقية، الأمم المتحدة أيضا سوف تقبل، فقط هي ربما مجموعة فقط موجودة في طرابلس وتنتمي لها ايديولوجيات معينه ومعروفه سوف تعترض على هذا الاتفاق. نفس الاسلوب بحاوله ترهيب الناس. انت تتحدث عن طيب سيد محفوظ، انا اتفاقيه يا سيد. سيد محفوظ هو قرار وهذا واضح، انت تحدثت لوحدك وقت طويل وانتهى لانه الوقت، اريد ان اختم واياه في جمله حتى ننهي هذا الملف. يا سيد محفوظ، يا سيد، تحدثت وقلت كل ما في بناتي أفكارك أعطيتنا إياها، والوقت يعني كان الرجل ليس معنا وخانتنا التقنية والتكنولوجيا، نسمعه حتى نختم لأنه الملف وقته انتهى. ليست اتفاقية، هو يكرر اتفاقية، هي ليست اتفاقية، اتفاقية تعقد بين دولتين، ترسيم حدود من جانب واحد. أوكي تفضل دكتور سمير، فهمنا هذا. أولا هناك 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 بند في اتفاقية الأمم المتحدة يقول أن تستطيع الدول بشكل منفرد أن تقوم بتعيين حدودها، نعم. إذا كان هذا الأمر يتفق مع القانون الدولي وأن لا يتعارض مع مصالح الآخرين. رؤية مصر تقول أن ويتعارض مع مصالح الآخرين، هذا الأمر يتعارض مع مصلحتنا في ليبيا، هذا الأمر يتعارض مع مصلحتنا في ليبيا. تفاصيل واحد فقط ليس له قيمة. شكرا سياسية. جزيلا لك دكتور أيمن سمير.
يا سيدي يا سيد محفوظ، انتهى الوقت بالكامل، أشكرك جزيل الشكر سيد محمد محفوظ الكاتب والمحلل السياسي، ضيفنا من طرابلس بليبيا، دكتور أيمن سمير رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية، ضيفنا من القاهرة. شكرا جزيلا لضيفينا. سنقف مع فاصل مشاهدينا ونفتح ملفا يتحدث عن المال والاقتصاد، يحتاج لبرودة أعصاب، والعملات المشفرة وواقعها في الولايات المتحدة الأمريكية. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. إمبراطور العملات المشفرة سام بانكمان فرايد أمام القضاء في جزر البهامس. مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة المعروفة اختصارا FTX يمثل أمام محكمة الصلح في العاصمة ناسو. هذه المحكمة هي في الواقع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي. التهمة المعلنة هي ارتكاب جرائم مالية ضد القوانين في الولايات المتحدة كما تم توصيفها. هي تهم شملت الاحتيال والتآمر بالاحتيال وغسيل الأموال وفق نيويورك تايمز، وأدت فعليا إلى شطب مليارات الدولارات من الودائع. لكن بانكمان يعد منذ سنوات من المقربين إلى النخبة السياسية في الولايات المتحدة، لكن المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هاجموا مؤخرا بانكمان وأعربوا عن مخاوفهم بشأن المزيد من الانتهاكات المتفشية في صناعة العملات المشفرة، حتى أن أحد النواب الديمقراطيين وصف بانكمان بالثعبان الكبير في جنة العملات المشفرة، وحذر من أن العملات المشفرة تعتبر حديقة مليئة بالثعابين. وتشير السجلات الفيدرالية إلى أنه خلال العامين السابقين الانتخابات النصفية تبرع بانكمان بأكثر من 40 مليون دولار لمرشحين ديمقراطيين، في حين ألمح هو نفسه أي بانكمان إلى تقديمه مساهمات غير معلنة للجمهوريين. ذلك دفعنا مباشرة إلى واشنطن ونقاش هذا الملف مع الدبلوماسي السابق الدكتور مايكل سبريغمان. مرحبا بكم دكتور. بين القانوني والسياسي، كيف تقيم التعامل مع ملف بانكمان؟ أعتقد أنهم تأخروا بعض الشيء في التعاطي مع الموضوع. نتحدث أو نتذكر عندما بدأت التحقيقات حول FTX وأبحاث ألاميتر و FTT و يبدو أننا فقدنا التواصل مع الدكتور مايكل سبريغمان فيما كان يتحدث عن أنه يفترض أن يكون هناك تعامل أبكر بالنسبة للسلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية مع ملف بانكمان. على كل الأحوال لنعطي والآن عاد إلينا دكتور سبريغمان، تسمعني؟ Yes, I can. تفضل تكمل جوابك. Okay, well, did you get everything? بانكمان فريد متهم بتحويل الأموال من FTT وهي كانت شركة تجارية قام بتأسيسها وذلك كجزء من FTX، وحول الأموال إلى مركز ألاميتر للأبحاث. تعتبر منظمة تتعاطى مع موضوع العملة المشفرة. بانكمان فريد هو يهودي وابن لأستاذين جامعيين يبلغ من العمر 30 عام وهو ملياردير. وصراحة كل شيء اختفى عندما أعربت شركة صينية عن عدم ثقتها بسجلات بانكمان وسحبت 850 مليون دولار، وهذا أثر سلبا على FTX وشركة ألاميتر للأبحاث. حاولوا الناس بالتالي أن يخرجوا هذه الأموال قبل أن تحصل عملية الانهيار، بالتالي الوضع على ما يبدو وضع معقد للغاية. لماذا دكتور سبريغمان يتم التعامل معه وكأنه كان في حالة احتيال، في حين شهدنا يعني في أزمات مالية إفلاس لبنوك بناء على يعني واقع اقتصادي أو أزمات اقتصادية، والولايات المتحدة الأمريكية كما العالم وخصوصا الاقتصادات الكبيرة تمر الآن في أزمة مالية كبيرة دفعت إلى رفع سعر الفائدة، وكان هناك أيضا اتجاه للذهاب إلى الاستثمار الآمن في هذه البنوك،
وتحويل غالبية الأموال إليها، وهذا أضر أيضا بالسفرات بالعملات المشفرة. لماذا يتم التعامل معه في جانب يعني قانوني وكأنه في احتيال وليس في تداعيات اقتصادية؟ حسب قراءتي للتهم الموجهة من قبل لجنة القضاة، هناك الكثير من التهم حول التزوير في التحويلات والتزوير المصرفي. كل هذه التهم هو خاضع أيضا للمحاكمة ووجهت إليه هذه التهم. لم أرى أي شيء يتعلق بالرشوة، ولكن التركيز كان يتعلق بالدخول وتحويل الأموال للحزب الديمقراطي. أعتقد أنه ساهم خمسة مليون دولار لحملة الرئيس جو بايدن في عام 2020. وبالتالي أعتقد أن القضية الأساس التي لم تطرح أنه كان من المقرر أن يدلي بشهادة في كونغرس بعد يوم أو يومين، ولكن فجأة اعتقل في جزر البهامس قبل بضعة أيام وهو محتجز هناك حتى يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة. والقضية برمتها قضية غريبة وفي غاية التعقيد، وأنا لا أرى أي تفسير واضح حول ما يجري في الواقع أو ما جرى. إشارتك لموضوع الدعم بالنسبة للحملات الانتخابية بالحزب الديمقراطي واعتقاله يعني قبل أن يمثل للشهادة، فسرها لنا لو سمحت، إلى ماذا ترمي دكتور؟ لا سيما بأنه نرى عادة تمويل لحملات للحزبين، يعني ذلك بشكل أساسي بالنسبة لبانكمان بالنسبة للحزب الديمقراطي، لكنه ألمح أيضا إلى أنه قدم أيضا دعما ماليا للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الماضية، لكن فسر لنا إلى ماذا ترمي بهذه الإشارة؟ ما أقوله أنه ساهم، نعم قدم التمويل للديمقراطيين والجمهوريين وأراد أن يكسب دعم المشرعين من كلا الحزبين، والآن وجدنا بأن المشرعين من كلا الحزبين يطالبون بوضع النظم والقوانين للعملة المشفرة وللتبادل في هذه العملة، وهناك شكوك حول ما يجري. يجب أن يتم التوصل الاتفاق بين عدة أطراف من أجل إنجاز أي شيء على صعيد العملة المشفرة. هذا لافت سنكمل فيه ونناقش فيه دكتور سبريغمان، لكننا سنفسر بعض التفاصيل الخاصة بهذه القضية. أيضا فضيحة ماكمان فرايد ليست الأولى، ويبدو مشاهدينا بأنها لن تكون الأخيرة، لكنها تأتي بالتزامن مع تحذير جيم روجرز أحد مؤسسي صندوق الاستثمار كوانتم من خطورة الاستثمار في سوق العملات الرقمية وترجيحه أن معظم العملات الرقمية الحالية ستختفي في النهاية. موقف تلاه تحذير آخر من رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية روستن بينهام من أن العملات الرقمية يمكن أن تهدد الأمن القومي الأمريكي. مواقف تنطلق أساسا من التذبذب الكبير الذي حكم أسواق العملات المالية في الآونة الأخيرة، فبعدما وصلت إلى ذروتها قبيل نهاية العام الماضي انخفضت القيمة السوقية المجمعة للأصول المشفرة إلى 73% في 12 شهرا التالية، خفاض كان كافيا لشطب ما يصل إلى تريليوني دولار. يضاف إلى ذلك ما جرى خلال الأيام الثلاثين الماضية، حيث شهدت بورصات العملات الرقمية أكبر عملية نزوح في التاريخ جرى خلال إخراج عملات رقمية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار. يقدر عدد العملات التي جرى سحبها من بورصات العملات الرقمية خلال هذه المدة ب200 ألف عملة رقمية. وبحسب المعطيات الأولية فإن إفلاس بورصة العملات FTX ترك ما لا يقل عن 1 مليون مودع غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. انطلاقا من هذه النقاط أعود إليك دكتور مايكل، العملات المشفرة هي عملات رقمية، هي عملات مشفرة أريد فيها التحرر من سطوة النظام المالي العالمي، وبشكل أو بآخر السطوة التي تحكم العملات لا سيما الدولار. إلى أي حد في هذه الخطوة باتفاق الحزبين في هذا التوقيت الذي نشاهد فيه يعني صراعا على مستوى العالم، محاولة للخروج من العقوبات الأمريكية، قد تستخدم هذه العملات المشفرة للالتفاف على هذه العقوبات، محاولة لترويض لحشر هذه العملات وفق النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما وجهية هذا الطرح برأيك؟ أعتقد أن العملة المشفرة
كما قلت يتم التركيز على هذا الموضوع على أنه وسيلة لتوفير الأموال للإرهابيين من دون أن يخضع هذا الدعم المالي لأي سيطرة أو توفير المعلومات للحكومات. الهدف أو ما يقال هو أن هذه العملة خارج سيطرة الحكومات وهي خارج سيطرة الأنظمة المصرفية، وببساطة عبارة عن عملة عبر الكمبيوتر، عملة رقمية يمكن أن يتم تبادلها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المنظمات مثل FTX التي تلعب دور الوسطاء ونقل الأموال. بالتالي كما قلت هي وسيلة للالتفاف على العقوبات والنظم والقوانين الموضوعة. وأعتقد أنا بنفسي أعتقد بأن العملة المشفرة فكرة مجنونة، كون العملة الدولار قد تفتقد القيمة، ولكن على الأقل العملة الدولار تحظى بدعم الحكومة. بالنسبة للعملة الرقمية أو العملة المشفرة، هي من اختراع جهاز الكمبيوتر ومن ثم يتم تحويله عبر جهاز الكمبيوتر وتخزين العملة عبر جهاز الكمبيوتر. بالتالي الطرف الوحيد الذي يعرف ما الذي يجري هو عبارة عن الأنظمة التي تعمل في هذه المجالات والتي تدير العملة المشفرة وتقوم بتحويل هذه العملة من منظمة أو من شخص أو مؤسسة إلى أخرى. وبالطبع هي تحظى بقيمة عالية جدا، قطعة واحدة من العملة الرقمية، وبالتالي لا يمكن أن نذهب مثلا إلى محل تجاري ونشتري كوكاكولا، علينا أن نشتري أي منتجات قيمة كبيرة، نتحدث عن منازل، مصارف، وعن مصانع إلى آخره بسبب هذه القيمة العالية للعملة المشفرة. لا بس دكتور سبريغمان، يتم تداولها في دول عديدة، وحتى بالنسبة للسلع البسيطة، وتم إدخالها في العديد من الدول، وبعض الدول انتهجتها كعملة أساسية ورسمية، لكنها أيضا حسب نوع العملة المشفرة يكون يعني قيمتها في سوق التداول. لكن الآن نتحدث عن FTX في الولايات المتحدة الأمريكية، وباينانس هي المنصة العالمية التي كانت تريد أن تشتري FTX في الولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت عن ذلك. إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضبط العملات المشفرة بين قوسين في أراضيها، هل لها أن تفعل ذلك على مستوى الانتشار والتداول العالمي، لا سيما بالدول التي تستخدمها بشكل أو بآخر هروبا من سطوة النظام المالي وعقوبات أمريكا؟ من الجيد أن نتجنب العقوبات والهيمنة الأمريكية، لأن العقوبات والهيمنة تستهدف تدمير الاقتصادات والشعوب في الدول. ولكن في نفس الوقت إذا أرادوا أن يستخدموا العملة المشفرة، يجب أن تقطع للسيطرة وأيضا للتحقيق والإدارة، وهذا ما تقوله الأحزاب، هذا ما يقوله الحزبان في الكونغرس. إليزابيث وورن تقدمت بمشروع قانون في هذا الإطار. ما هو التقدم وإلى أين ستسير الأمور؟ لا أعرف، لا يمكنني أن أتنبأ بالمستقبل، ولكن أعتقد أن العملة المشفرة نظرا إلى تجربة FTX، أعتقد أنه يجب أن نسيطر على العملة المشفرة وأن نراقبها عن كثب. شكرا جزيلا لك دكتور مايكل سبريغمان، الدبلوماسي الأمريكي السابق، ضيفنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. بهذا نصل إلى ختام المسائية. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.